مباراة في الجزء الثاني يلتحق بنا الناخب الوطني السابق سيد مزيان إغيد أهلا بك سيد مزيان إغيد مساء الخير مساء الخير الحضور محمد شكرا جميل. لك النقاش دائما حول التشكيلة قراءاتك لتشكيلة التي أو التشكيلة التي اختارها جمال بالماضي تحدث عن في فارس المرمى بن عياد بن سبعيني ما تعلق في الرواق الأيمن والأيسر مندي رفقة بالعمل ورفقة بدران في الدفاع بن ناصر في وسط الميدان محرز بالليل سليماني في الهجوم قراءتك سيد يظهر ان اللعب بخمس مدافعين يعني ربما هذه المره الاولى عند الفريق الوطني يغامر بهذا بهذا العدد في في الدفاع حتى ولو ان في وسط ميدان يظهر لي ان يعني كما نشوف التشكيله يعني بالنسبه للدفاع اكيد ان رامي بن سبعيني يكون في رواق الايسر بن علي في, الو... في الرواق الايمن عيسى مندي وعبد القادر بدران وجمال بالعمري في في في, في المحور ثلاثه مدافعين محوريين يعني وامامهم رميز زروقي إسماعيل بن ناصر و وفي... يوسف بليلي ورياض محرز على ربما عندهم ربما مهمة مزدوجة اليوم وهو كيف. أن يكونوا في الرواق وكذلك عندهم مهمة أنهم يرجعوا في وسط ميدان لما الكرة تكون إما على الجناح الأيمن أو في منطقة الأيسر يعني أنا الشيء اللي مخوف فيه وهو أن هذه لأول مرة أول تجربة للفريق بهذه التشكيلة يعني بهذه الخطة هل الفريق راح يهضم يعني كل لان خطه مثل هذه عندها عندها خصوصياتها كيف يا سيد مزيد يعني صح؟ ولان في الدفاع هذه الخطه تناسب لما عندك الفريق الخصم يلعب بمدافعين اثنين يعني في الهجوم يلعبوا يلعبوا بمهاجمين في 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 وسط البيت. لقد محمد وفق السيد الكبير. نعم. فضل. هاد هاد الخطه ممكن تكون ولكن خطه خمس مدافعين و بهذه التشكيله يعني الضعف تاعها هو مع الاجنحه. الضعف تاعها على الاجنحه. يعني لما الكره تكون عند الخصم التغييرات السريعة من منطقة إلى منطقة يعني تحول راح يعني, يعني, ممكن تخلق بعض خلل في الدفاع في في في, دفاعنا وكذلك في وسط الميدان غالبية الأحيان الفريق الخصم يلعب ربما بثلث ثلاثة في وسط الميدان يعني إذا كان لما الكرة تكون عند الخصم اكيد ان فيه يعني في الدفاع راح نرجعوا وممكن يكون يعني التمركز مقبول لأننا نغلق كل مساحات الدفاع ولكن في وسط الميدان دائما يكون عندنا خلل لان يكون عندنا نقص واحد لما تكون الكره تجري عند خلال. الخصم يعني هل محرز او بليلي راحين يعني يقوموا بالدور الدفاعي لازم في وسط الميدان في الوقت المناسب يعني اذا كان اذا كان في وقت المناسب يعني رايحين الفريق الكاميروني يحتكر على الكره اكثر ويخلق لنا مشاكل في وسط الميدان وهذا هو الاشكال سيادتك محمد أم أم اما نقشفتوح. اكيد ان راح الفريق تاعنا راح يلعب ب ان بلوك باي يعني ممكن لما نضيعوا الكره نرجع الى منطقتنا ولان باش نقلص المساحات اذا كان بهذا الشكل هذا ممكن يعني ربما دفاعيا نكونوا اكثر لان تكون الكثافه لان نكون رايحين ندافعوا ب 10 لاعبين يعني وهذا مقبول يعني في مثل هذه المقابلات او في كل المقابلات لما تلعب مابقاش المقابله تاع زمان يعني عندك مهاجمين يولي كي يبغي كي يحب الان كل, كل دفاع كل كل لاعب عنده الدور الدفاعي والدور حبيت برك نزيد واش قال مزيان سو بلون ديفونسيف Maintenant, est-ce qu'on a les capacités physiques pour Mahrez, m'arrêter de revenir souvent... Euh, souvent et, et être comme, par exemple, où y est, le système de la... En 5-4-1. En 5-4-1. Parce qu'imaginez, on imagine que les, les trois attaquants camerounais vont dans des zones d'incertitude. Par exemple, Yahbin, l'axe central ou larrière droit. يقعد في لازون هادي هادي ستين زون دانسيرتيتيد شكون اللي راح يربطو شكون اللي راهي يضروا شكون ستوبر نقولوا باريزوم لو ستوبر راح يوصل لونكيبي بهذاك ولا فونسونت عنده تراز دوزيام سونترال وعند الترازيام سونترال عنده تا دونك يولوا كل كل ديفونسور عنده ان اتاكون ولي دوزير لاتيرو تاعنا يطلعوا بور بلوكي لي دوزير لاتيرو بور بيرميت بيرميت ا محرز دو جي. فيرمي او ميليو انا انا هذا هو المشكل باسكو ريستي ريستي ديرير افيك تروا زي سونترو تكون سنتر. اذا اه. كان فيها خلل صعب نو باسكو علاش <applause> انا اللي يطلب ان تري بون كورديناسيون اونتر 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 وكان نرجع نرجع للتشكيله احنا الان ما عندناش يعني معطيات على ادوار اللاعبين يعني حاليا عندنا تشكيلة ولكن في في بدايه المقابله غادي نشوف نشاهدوا في الصور طبعا تاع دخول اللاعبين لارضيه الميدان وصولهم الى ملعب جابوما تفضل تفضل نعرفوا ما هو الدور المحور لان المهم في هذه المقابلات غلق محور الدفاع تكلمنا وممكن الطرح اللي طرحه الزملاء ان ممكن تيم غلق التخوف هو في وسط الميدان في وسط الميدان ولكن شيء مهم جدا ان ممكن الفريق الكاميروني يلعب يعني لاعبين دو اذا غلق محور الدفاع لماذا؟ لأننا نعرف تسديدات الفريق الكاميروني في المقابلات الفارطة أنهم يلعبوا انجلون ويلعبوا يلعبوا تيري استاذ يعني، سي سي هذه دي هذه 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 انا ما ما شكيتش ان غادي نلعبو بلوك با وما غاديش يعني نلعبو يعني دفاعيا لان اذا تحملنا المقابله يكون يكون مشكل اذا لعبنا افيك ان بلوك ميديون ميديون ونديروا لو بريسين كما كما موالفين حنايا كالفريق الوطني دائما سليماني او محرز او لان الهدف من هذه المقابله هو كذلك وضع شخصية الفريق الوطني في هذه المقابلة مهما كانت الظروف يبقى التحكم في زمام من ناحية أنا أحب الآن بينكم تقني تكتيكي فني بينك بين سيد مزير إغيل ومحمد شايف تفضل الحال تفضلوا الحوار بينكم هو أكيد يعني أن المقابلة هذه مثيرة جدا يعني لأنها هي اللي راح رايحة ربما تكون هي اللي راح توجه المقابلة الثانية إذا نتيجة المقابلة الأولى هذه عندها مهمة, أكيد. مهمة أكيد. جدا أكيد. يعني. ولكن التشكيلة حتى ولو ما نعرفوش المهام لكل لاعب حاليا ولكن لما تكون التشكيلة وتمركز اللاعبين بصفة ما ممكن يعني تكون عندنا نظرة على ربما كيفية آه راح يكون آه راح يكون تمركز في الميدان وممكن يعني نعرف ما هي الوظائف كيفاش راح يتوظف يعني يوظف قراءة الان قراءه سيد ميزان اغير احنا موش قراءة القراءه للخطه وقراءه للتشكيله طبعا هي المشكل ماهوش في التوظيف صحيح لان لما تلعب بهذه الخطه التوظيف معروف جيد ما هو دور المحور الدفاع ما هو دور اللاعبين اللي يكونوا على المحور؟ صحيت يعني بن سبعيني و عيادة. ب... بن عياده وما هو الدور بالليلي و... ومحرز بالفعل بالليلي و... ومحرز وزروقي وبالنصر وهو الدور تشوف لما نضيعوا الكره بينا تكون بينا تكون. لما نضيعوا الكره المشكل لما تضيع الكره كيف رايح تدافع لما تضيع الكرة جهد محمد شوف مزيان هضرت على لو رول دو شاك جوار سو سي سي امبورطون مي كي تشوف لو ديسبوزيتيف اي لو بوزيسيونمون دو شاك جوار سي لوي كي فا ديفينيغ لو رول دو شاك جوار تو عندك ترو زاي سونترو ولا نقولو سانك ديفونسور ا بلا كل واحد عنده ان رول هنايا لي تروزاي سونترو جو بونس با كيكون عندنا البالون لي دوزاي لاتيرو هادو راح يطلعوا au moins ils vont prendre la largeur, parce qu'il y a le ballon, les deux milieux ils vont monter d'un cran pour avoir un, super, un plus devant, et en plus on a trois attaquants. Donc tout dépend de la situation de l'équipe adverse, le ballon, que ce soit sur le plan défensif ou l'offensif. Maintenant le bloc, je pense sincèrement que va coucher, parce qu'on va couvrir la profondeur, la profondeur ta En sachant que, on a un de lenteur euh, derrière. Mohamed, c'est ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est que le rôle, des les deux, les deux arrières latéraux pour libérer les deux arrières latéraux et de bloquer les illets tawam, parce que. يعني في الاستاتيستيك كان no, نش... بو بو بلوكي بوكو بلوس لي زاي لاتيرو باسكو لا سورس داليمونتاسيون تجي من عندهم م... مي توجور ايتيل يعني هما يعني ل... لان الخطه ماهيش دارت خطة بارابول الفريق الوطني دارت الخطه بارابول الفريق الوطني اذا الحاجه الاولى الناخب الوطني اذا ده 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 وضح هذه الخطه سي بارابول او بلون جو اللي هو تخمم فيه باش يكونتري الفريق الكاميروني اذا ليكيليبر ليكيليبر تاع لي تروا لي تروا لي تروا لي تروا كومبارتيمون على قلت لكم باللي سكي امبورطون سي لو رول تاع بن ناصر الروقي لان هما اللي يكونوا لي جوور كي فون اليمونتي بلوس فير 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 لاتاك الان التخوف من الفريق الكاميروني ان اذا تكون عندنا مرتدات ويكون عندنا يعني دي زاكسيون شاك فوا وين تكون عندنا الكره اون اكسيلير ونلعبوا لا فيرتيكاليتي اون جو توجور توجو بلو رابيد كو يعني هذا الشيء اللي مهم جدا انا لا كونسيرفاسيون ترو كونسيرفي البالون كيما تفضلتوا لو تيران اللي راهو ماهوش ثقيل ممكن لا سيكوريزاسيون تاع لا باس سورتو في اله في, اله في الدفاع ممكن يكون عندها اثر سلبي الان اصبح دور زروقي وبالناصر اللي راهم في فورمه يعني شفناهم في هذا لو موال لو داني مو هذا ان هذا هو المهم محرز كقائد فريق اللي لازم يكون الدور تاعو انه من الجانب الذهني لازم يقود المجموعه طبعا في المباراه المهم شوف كما قال مزيان كون فا اون فوا موكي ان جوار او ميلو او ميلو سي بور سا كو جو بونس جو بونس كو راحش نكونو دون لا مع لا بوزيسيون دو دو بال Beaucoup plus dans la transition. Exactement. Parce que euh, le dispositif, il faut beaucoup plus récupérer et partir vite devant. C'est ça. Le problème que nous avons fait pour les trois avant, Cameroun. le Cameroun. Il est à gauche, le joueur Bayer va être à droite, et l'avancement de Boukarek, il va être là en sachant que les ils vont être rapprochés, c'est-à-dire. Pour libérer les latéraux, il avec les trois défenseurs. Est-ce qu'il y un arrière latéral pour être quatre

Le premier match pour le sélectionner Rigobert Besson euh, à domicile. Il est très, très attendu par le public camerounais, vous savez. Euh, les Camerounais sont très, très exigeants et on attend la victoire à, tout, et à, tout la, à tous les prix. Et vous savez aussi, euh, le président Etofi Samuel, euh, il est il a la recherche euh, d'une calculation euh, pour, la, pour sa première Coupe du Monde en tant que président. Euh, avec la canne, on sort de la canne, nous sommes troisième. De la canne. on joue face à une équipe Algérie qui est sortie en face des poules avec un point. Le Cameroun est plus beaucoup attendu par rapport à l'Algérie parce qu'on est à domicile. Avant d'aller à Blida, il faut gagner, il faut gagner à domicile. Et... Je pense que le match Algérie-Cameroun, c'était un match de choc parce que c'est deux grandes vedettes qui se retrouvent. Et je pense quand même que jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est une victoire pour euh, 2017. C'est-à-dire que le Cameroun qui a remporté la Cannes en 2017, c'est l'Algérie qui a remporté la Cannes en 2019. Donc c'est une grosse rencontre qui va se faire tout à l'heure. Donc c'est un match d'enjeu. et finalement, on dira tout simplement sur le meilleur qui va gagner. C'est un match difficile, ça c'est clair. L'Algérie est une très grande équipe. C'est pas parce qu'elle a eu ce mauvais, c'est faux pas. Pendant la canne, on est au premier, on croira que ce sera un match facile, non, ce n'est pas un match facile, nous sommes conscients, nous Camerounais, que ce sera difficile, mais nous savons également que nous allons gagner. Parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on gagne la Giro ce soir, mais ce sera difficile, on le reconnaît, c'est une grande équipe, mais nous allons gagner, rassurez-vous, on va gagner, ce sera difficile, mais on va gagner. رغم الانصار تاع فريق الكاميروني طبعا في المدرجات ما جاي ما بعنا هذا <applause> سيد الزميري نعود اليك حول تشكيله المنتخب الكاميروني وحول مجريات هذا الشوط التي نتمنى يكون في المستوى مثلا قبل المنتخب الوطني كيف هي قراءتك قول انا بالنسبه للفريق الكاميروني كما شفناه متعود يلعب يعني صح في بعض الاحيان كان يلعب مهاجمين في الامام ولكن دائما واحد متاخر على الاخر بما يجعل ان في الصح يعني نقدر نقول ان الفريق الكاميروني دايما يلعب ب 4 3 3 يعني ولهذا المشكل إذا كان ما لعبناش كان بلوك با يعني البلوك يكون متاخر يعني البلوك افونسي راح المساحات تكون كبار أه يكون دائم يكون عندنا مشكل في وسط الميدان لأن الجناحين تاع الكامرون يقعدوا على لين توش باش يفيرويو بن عياده وبن سبعيني أكيد ونقعدوا حنا في ثلاثة في الوسط ضد واحد لما تكون أنت عندك زيادة واحد في مراقبة المدافع الأول عندك لاعب زيادة لأن اثنين يكفيوا على واحد لما يكون عندك ثلاثة عندك واحد زيادة هذا يعني أن عندك واحد ناقص في وسط ميدان أو في جهة أو ما. في منطقة ما من ما. الملعب يعني المشكل أنا شفت الفريق تاعنا لعب ب 4 اثنين ضد كوت ديفوار في كأس إفريقيا يعني. كان مشكل كبير في وسط ميدان لما نلعبوا بلاعبين يعني في وسط ميدان كان دائما عندنا مشكل وغير يعني بسرعه المنتخب الوطني في انا غير بسرعه لان دخل وسط ميدان ثالث لكي يحاول ان يرجع التوازن للفريق انا الشيء اللي نتمناه وان يعني راح يظهر لنا في بدايه اللقاء هل التوازن تاع الفريق يبقى رغم تغيير الخطه جيد او ما يبقاش اذا كان ما يبقاش هو من الأفضل أنك تجرب في بداية اللقاء خطة جديدة وتغير بعدها وتغير ترجع إلى الأصل لأن الأصل معروف يعني يعرفوا كيف يلعبوا مع بعض لما يلعبوا بربعة ثلاثة ثلاثة إذا من الأفضل أن تبدأ بخطة ولكن إذا اشتها الخطة ما تناسبش ربما الوضع الحالي تغير جيد سيد عبد الكريم كان من المستحسن حسب الخطه وحسب ما يقول سيد مزني رفقه محمد شايب ربما من الخلق قد يكون في وسط الميدان كان ربما بابعاد لاعب من لاعبي المحور بدران بالعمري او مندي وادخال قديورة رفقه بن ناصر وزروقي اظن بان النخب الوطني هو ادرى في يعني في وضع الخطه لماذا كما تفضل الاخ مزيان ان ممكن الفريق الكاميروني في 15 دقيقه الاولى او 20 دقيقه الاولى يلعب يعني بخطه هجوميه محضه وبكرات عاليه كرات طويله بالفعل اذا مص هذا هذا الخطه او تكسيرها يعني في بدايه المقابله في 20 دقيقه الاولى ممكن يكون تغيير من بعد يعني فيما يخص التشكيله ممكن يكون تغيير وهذا من باب لا يعني من باب سيكوريزي لي 15 تامين لي 15 بريمير مينوت لان نعرفوا بان الفريق الكاميروني مع ضغط الجمهور الشيء المهم ان في بدايه العشر دقائق الاولى غادي يلعب يعني بطريقه هجوميه 100% اذا اظن بان في التفكير العكس العوده ممكن هل قد نشاهد منتخب وطني يدخل يفرض شخصيته في بدايه اللقاء لا, لا طريقه طريقه اللعب طريقه اللعب يعني انا نتكلم على اللعب الطويل ممكن يكون لعب طويل ولهذا اظن بان الخطه وضعت ل سيكوريزي يعني ل 20 ل 20 مينوت ولا 25 مينوت ولا ل 30 ممكن يعني سي تي جيستيون دو تانيك سي تي جيستيون دو ممكن ان يكون تغيير في الـ ويبقى كذلك الـ يعني النتيجه لان النتيجه مهمه جدا اذا شفنا باللي الفريق الوطني لان ما هوش مهم الاداء باش بش باش 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 نروحوا للسلط الموضوع هو النتيجه في هذه المباراه لانها ستلعب ذهب وياب النتيجه لما كانت تلعب سته وباربعه واحد المهم النتيجه محمد شعيب سونغ في مواجهه بالماضي او الاكسو كذلك هل سيكون حوار تكتيكي محض؟ بيان سور شوف على الاقل نص ساعه كاين كاع لي ماتش كاين اه كاين اه نوسيون تكتيك اه كو لي جوار <applause> ديفلوبي سور التيران ماتنون شوف كيف بعض الاحيان شوف اللاعبين فوق الملعب سورتو اه ماتش باغاي وين تي تكاليفي ديريكتوم بو لاكوب كوب دي موند ما فيها ني تاكتيك ني تكنيك ني والو بوكو بليس سي لا فولونتي لونفي اي لا ديتيرميناسيون اللي تخليك باش تمشي للامام باش تكاليفيا تي سور لو ديرنيي ماتش خويا ديرني ماتش تربح تروح لا كوب دي موند بعض الاحيان فهمت قبيله تكون نتكلموا أه. على يعني المفاجاه الفريق ما مقدونيا، مع الفريق إيطالي. الايطالي آه. أوه. أوه. يعني تشوف باللي 90 دقيقة والفريق الايطالي يسيطر يسيطر آه. في الدقيقة الأخيرة. آه. لا وزيد وزيد اليوم شو اليوم كي تشوف آه. مزيان كي تشوف 5 ولا 6 بي عرب يقدروا يتأهلوا وانت ما تكونش انا ماناش حابين هذا الدور هذا يكون، دونك انا شوف مزيان آه. شوف هضرنا بوكو بليس آه. سو بلون ديفونسيف، مثلا سو بلون اوفونسيف حنايا اسكو لي دوميليو تاعنا Ils de pendant tout le match peuvent être sur le plan offensif et défensif. Non mais un des remplaçants ah. non, ah. non non c'est pour, pour alimenter, alimenter les trois attaquants. Est-ce que deux les deux au milieu. Mais il faut pas que le bloc et tire bien لازم البلوك يكون متقارب اكيد الوقت في مقابله مثل هذه مهم جدا يعني اكيد ان الوطني راح يسير الوقت كما ينبغي وراح يكونوا تغييرات تاع اللاعبين في في اللقاء راحين يكونوا لان هاد لما تغير التشكيله تغير التشكيله وتغير الخطه التشكيله هي ما تغيرتش ولكن الخطه تغيرت, إيه تغيرت لما تغير الخطه اكيد ان عندك بلوم بي exactly. اللي رايح تقابل به اذا كان في خلل او, أو, لا أو فيه يعني اشياء اللي ما ما مشاتش كما ينبغي ولكن بهذا التشكيله اللي وضعها وبهذه الخطه اللي وضعها تعطيك نية او قصد المدرب يعني هو راح يسير المقابله يسير المقابله لان يعرف ان بدايه اللقاء الفريق الكاميروني كما تفضل اكيد يلعب إيه في بلاده يعني هذه هذا شعور يعني طبيعي جدا لما طبيعي. تلعب في بلادك تبدا المقابله بسرعه تضغط على الخصم باش تبين بلي عازم وعندك اراده كبيره نوعا ما تاخذ امتياز بسيكولوجي على على الخصم وهذا الوقت لازم الفريق تاعنا يسيروا نظن ان التشكيله كيما راهي افيك ان بلوك ماهوش نيسيسيرمون ما يكون تري ولكن يكون على الاقل المهاجمين الثلاثة ما يكونوش بعاد جدا على زروقي بن ناصر لازم يرجعوا لكي حقيقة ي... تصبح كتلة المساحات مي... ي... ي... يقلصوا في المساحات لكي ممكن كل واحد من اللاعبين ممكن الى انترفيان ي... يعني دون اكسيون ممكن يتدخل في لقطه ما مع مجريات اللقاء اكيد ان الفريق راح يكون عنده فرص وكان تكون عنده يعني امكانيات لكي يخلق فرص امام المرمى الخصم وكذلك كاين جانب مهم جدا il est important dans ces matchs بمعنى ان الفريق الفريق الكاميروني كان تخوف في وقت ما على الحكم على الجمهور على ضغط الجمهور على اللاعبين اظن بان هذا الجانب هذا هو اللي غادي يفصل كيفيه ان لا تاع يعني لو بسيشيك تاعنا بمعنى بان اذا لعبوا الفريق الكاميروني الكرات الطويله ممكن يكون مخالفات ممكن يكون ضربات جزاء ممكن يكون يكون هفوات في الفريق يعني في محور الدفاع وبالتالي الجانب البسيكولوجي كيفيه ان ما ندخلوش في الصراعات كيفيه لا يعني تاع لي دويل لي مع الفريق الكاميروني تصنع الفارق هذا مهم جدا لان بن سبعيني عنده ان كارتون ان كارتون ممكن يلعبوا عليه يعني من ناحيه النرفزة يلعبوا على بعض اللاعبين هنا الجانب البسيكولوجي مهم جدا لازم يدخل الفريق تاعنا واللاعبين تاعنا بلاسيورونس افيك اون ايكيب كي سور لو بلان مونتال واجده وبالتالي تسيير الوقت في صالحنا ان شاء الله يعني حتى نهايه ان شاء الله ذكر المنتخب السعودي امس تاهل المنتخب العراقي ابقى على كل حدوده بعد فوز الامارات هدف مقابل لا شيء والمنتخب المغربي متعدل في الكونغو الديمقراطيه بقى من عمل المباراه سبعة او تسع دقائق تقريبا هدف مقابل هدف بين المنتخب المغربي وكونغو الديمقراطيه هل سيكون المونديال الذي سيكون مونديال العرب في بلد عربي مونديال سيعرف مشاركه اغلبيه المنتخبات العربيه، هذا الشيء الذي طبعا نتمناه في النهايه. محمد شعيب قبل ان نذهب الى فاصل ونعود طبعا مع مجريات نهايه اللقاء، كيف تتصور مجريات الشوط الاول؟ احنا هدرنا كلش، انا نقول بلي اون دوا بيان جيري لا بوميامي طون، اا كو لوجوار سوا دون لوبسرفاسيون، يشوفوا واش راه يتعاملوا مثال مع مع لي بارك دو لا قد ما تربح في الوقت قد ما تجيك تجيك لا كونفيونس وهذا اللي خلينا ربما باش اون فاجيري بيان لا بريمير مي ولا لو ماتش. جهد سيد مزاني انا ننتظر يعني ربما تكون عندنا مفاجاه في الشوط الاول من طرف الفريق الوطني لان شو. اذا كان كما نتخيل يعني الفريق الكاميروني يدخل برغبه كبيره وعزيمه كبيره ويبغي من بدايه اللقاء يظهر انه يريد لا 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 يريد ان يفوز في هذا اللقاء فربما تكون تكون نوع من المغامره ونظن بهذا الخطه وين محرزوا بليلي يكون عندهم ربما ما راحينش يرجعوا مسافات كبيره راحين يرجعوا مسافات قصيره الى وسط الميدان باه يغلقوا وسط الميدان ولكن ربما تكون عندهم اكثر حريه لما نسترجعوا الكره ننجمو نلعبوا معاهم بسرعه ويكون عندهم السرعه امام ممكن يعني لقطه او لقطتين ممكن نخلق فرص للتسجيل في الشوط الاول ان شاء الله سيد عبيد بنودة. يبقى يعني 15 15 دقيقه الاولى يعني غادي نشوفوا ادوار اللاعبين غادي نشوفوا الفريق كافيه كافيه ربع ساعه حتى نكتشف ادوار اللاعبين ممكن لان الخطه اولا على الخطه الخطه الفريق الكاميروني غادي نشوفوا اذا يلعب 4 4 2 4 4 3 3 وبالتالي ممكن كما تفضلوا الاخوه ان ان الفريق الوطني يلعب بسلاح وهو المرتدات المرتدات وكذلك السرعه في في يعني في يعني السرعه في في مهم جدا يبقى الشيء المهم وناكد عليه وهو الجانب الدهني اذا عرفنا كيفاش في 15 primeira minute les 20 بريمير minutes ندخلوا الشك في الفريق الكاميروني ونحصلوا على يعني مثلا ركنيات مثلا على لا ديكوفرون سورتو ماتر لا بريسيون دي فوا سور لاكس دو بوط تاعهم ممكن التوازن او قوه الفريق الكاميرون يدخل الشك في الفريق الكاميروني وهو كذلك الجمهور سيكون ايضا معادله مهمه في هذه المباراه رغم حضور حوالي 2000 مناصر من المنتخب الوطني لتشجيع العناصر الوطنيه في هذه المباراه نستمر بالتصريحات دائما في ميكروفون وليد رشي ان شاء الله كانت رحله ممتعه ان شاء الله رانا واجدين باش نجيبوا الربحه من الدوالا هذه هي واش تقدر تكون كيفاش راك تشوف اليوم المنتخب الوطني شكون الجوار اللي تشوفوا يرجح كفه المنتخب الوطني اليوم واش نقول لك راه نورمالمون ماشي مم بالبيان فيها الربحه وخلاص هذا واش نقولوا ولكن احسن هذا وين نط لا لا هذا وين يا خويا صبر شويه الحمد لله والله ربي الحمد لله خلاص كاع كيفاش جرات الرحله والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ربي من ناحيه التنظيميه والله غير كلش بيان اورغانيزي الله يبارك اليوم دوك نتكلموا على المباراه ساعات عن بدايه اللقاء كيفاش راك تشوف هذه المقابله المصيريه للمنتخب الوطني والله غير واش نقول لك ماتش تاع جان وان شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجماهير الجزائرية وأنا موراهم وراح نكونوا في الصداد وراح نكونوا سند تاعهم إن شاء الله ربي يوفقهم وتحية الجزائر معنا تصريحات في الطائرة داخل الطائرة داخل المطار داخل المدرجة على كل طبعا هذا ما تعلق بتصريحات محمد شعيب الجمهور راح يكون عامل مهمة بيان سور شكون شكون المرشح حاب باش تدري بيانسو مام ألف ألفين تلت راح يعطيو جوار وجيت داخل فوق الملعب هكذا وتشوف فين تريبين معمره بتاعك أه سا دون لونفي دو 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 كورير دو دو غاني أه راح دير كل شيء باش, باش باش قبل شيء تفرح عمرك قبل ومن بعد ومن بعد تفرح أه سعد مزاني ما اكيد يعني حتى يعني من الناحيه البسيكولوجيه اللاعب لما في ادغال افريقيا يعني و تخرج وتشوف باللي كاين انصار يتبعوا الفريق ويشجعوا في الفريق يعني تكون عندك رغبه ما 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 تخيبهمش يعني تكون عندك اراده اقوى لما تكون وحدك خصوصا السيد عبد الكريم حتى نختم معك هذا الجزء ونلتقي طبعا بعد نهايه المباراه ان شاء الله نكونوا فرحانين بنتيجه المباراه 40 مليون 45 مليون جزائري وراك مهمة أيضا للناخب وللاعبين بطبيعة الحال كل الجزائر يعني محبين وحتى يعني الجزائريين المتواجدين خارج الوطن بالفعل. بالفعل. لأن نشوفوا من نشوفوا يعني التلاحم الجزائريين وراء الفريق الوطني هذا شيء جميل الشيء اللي نأكد عليه أن كذلك اللاعبين عندهم ان ديفي بورو لأن بارتيسيبي أون كوب دو موند كيما في لا ديكلاراسيون دو محرز تكلم باللي 31 نو يريف دو جوي اون كوب دو مون جو بونس باللي هذا كل اللاعبين عارفين باللي يعني بارتيسيبي ا اون كوب دو مون سي تري امبورطون بور لور كارير اي بور لي دو دو نوت ايكيب ناسيونال سي امبورطون ان شاء الله هذا الذي طبعا نتمناه نلتقي طبعا الحديث كان شيق من الناحيه الفنيه التكتيكيه بلغه كره القدم تحدث ضيوفي طبعا هذا العدد من برنامج احكي بالون نلتقي بعد نهايه اللقاء نتمنى كل توفيق للمنتخب الوطني ونتمنى يكون بلاطو بعد نهايه المباراه بفرحه بنتيجه ايجابيه سلام